حين تتراءى لضيوف الرحمن في غسق الليل أنوار الطاعة ومشاعر الإيمان، تكون مكة المكرمة في هذه الأيام بوصلة تتجه إليها الأفئدة والقلوب خوفا وتذللا لعظمة الخالق عز وجل، وطمعا في أن تضمحل الهموم وتتضاءل لتتغذى الجوارح بما وقر في الصدور مع قوة الإيمان بالخالق الديان. وهكذا من الميقات إلى الكعبة كانت رحلة حجاج الفوج الثاني مليئة بالمشاعر الروحانية العطرة. الحمد لله، الحمد لله، مكة أرض المشاعر الدينية، الحمد لله مكان طيب يجب أن يكون الإنسان مركز فيه على الشعائر وعلى مناس كل لا يعدل إن شاء الله. الحمد لله زين ومشي زين، الحمد لله، ولا أطرى فينا شيء مو شيء متعدل، والعائلة مو مش بالطابق، الحمد لله، مرحبا بكم سهل. سفر زين تبارك الله ما شاء الله، يوفقنا ويوفق المسلمين إن شاء الله على ما يحب ويرضى. جئت مكة الحمد لله، هاي نعمة، نعمة من أم الله، فرحاني الحمد لله بتأديت هاي المناس ما شاء الله، جزاهم الله خير القائمين على هذا، ما باخذون شيء. والسكن كان في المدينة قريب من الحرم، وهنا بكينا جينا إن شاء الله يتقبل منه ورد الحجاج إن شاء الله غانمين وسالمين، يجعل حجهم مبرور وسعيهم مشكور وذنبهم مغفور إن شاء الله. وإجواء الحمد لله جميلة جدا رائعة. وبطواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة تكتمل فرحة القدوم. الحمد لله نحن وصلنا البارح الفوج الأول، الحمد لله مشاعرنا الحمد لله متمونكين مطمئنين، جينا لهي الأرض الحمد لله طيبة، وبشينا اليوم على الصباح الحمد لله، وعدنا ركنين الحمد لله، وما شاء الله تبارك الله الأمور كاملة على أحسن ما يرام الحمد لله. الحمد لله وصلنا هون البارح هذه البلاد المقدسة، وعدنا الحمد لله الركن الثاني اليوم اللي هو السعي، وعدنا الطواف نوم الليل والنهار الحمد لله، طواف قدوم الحمد لله، ولا عندنا مشكلة ما شاء الله، ولقاء هم اللي متموكين فيه الحمد لله. وإلى الديار المقدسة يتواصل اتباعا وفي ظروف طبيعية تفويج حجاجنا الميامين من المدينة المنورة إلى مكة. مختار بابو الأحمد، قناة الموريتانية، مكة المكرمة.